لإنتاج نبات جديد سواء كان بذور أو ساق أو حبوب لقاح أو خلايا تصليبية. تعتبر الأهمية أهمية الموارد الوراثية منذ آلاف السنين. تطورت الزراعة عندما كان المزارعون يجمعون بذورهم ويخزنونها في مزارعهم ويزرعونها سنة بعد أخرى للحصول على القيمة الغذائية والاقتصادية لهذه البذور. أصبحت الحاجة ملحة للمحافظة على المصادر الوراثية تقييما وإبخارا وجمعا وحصرا. عند توفر الظروف، عند توفر الموارد الوراثية النباتية البيولوجية والطبيعية، هذه تعتبر من ضمن الموارد الأولية بالنسبة للمزارعين ومربي النبات والباحثين لإنتاج أصناف متكيفة مع التغيرات المناخية. فأصبحت الحاجة ملحة لهذه الأصول الوراثية. هناك العديد من الاستخدامات بالنسبة للتنوع البيولوجي، يقدر بأكثر من 100 نبات صالح للأكل، أكثر من 200 نبات صالح للزينة وتنسيق الشوارع، أكثر من 200 نبات للرعي والزينة كذلك. من أسباب التحديات في المصادر الوراثية هناك الكثير، هناك التغيرات المناخية، هناك تغير السلوك الغذائي، هناك إدخال أصناف نباتية غير محلية، كذلك إلى ظهور النفات والأمراض والنشاطات البشرية الغير سوية سواء الاحتطاب أو التنزه أو الرعي الجائر، إضافة إلى الجفاف وندرة المياه. أدت هذه التحديات إلى تدني في الإنتاجية ونقص في الغذاء والألياف وانقراض العديد من الأنواع النباتية والأجناس، مما أدى إلى تقلصات وصعوبات للخيارات المستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة الآفات الجديدة. هناك ثلاث أنواع من الحفظ تقريبا. أفضل الأنواع النباتية، أفضل الأنواع النباتية داخل المواقع الرئيسية، وهذه عادة تكون في المجمعات الوراثية بحيث تحدد المناطق ذات الأولوية الكبيرة وذات الثراء الكبير في التنوع الوراثي، إضافة إلى المحافظة على أنواع نباتية خارج مقعها الطبيعي، وهذا يعتبر في بنوك البذور وبنوك الجينات، وتعتبر آلية جيدة جدا وخاصة للبذور حيث تحفظ على المدى القصير والمتوسط والطويل. المتوسط عادة يكون من 5 سنوات حتى 20 سنة، الطويل يكون من 50 إلى 100 سنة. بالنسبة للحفظ على أنواع استخدام التقنية الحيوية، وهذا يتم عن طريق حفظ الأنواع داخل السائل النيتروجيني، وهذا تحت درجة حرارة 196 درجة تحت الصفر، وهذا يعتبر من ذو أولوية عالية جدا بالنسبة للحفظ. انتقلت النبات من مكان إلى آخر مع هجرة الإنسان وتنقلاته، وساعد هذا الانتقال على استخدام النباتات، حيث تعتبر النباتات هي الموارد الرئيسية الهامة في الغذاء وتحسين الإنتاجية. لوحظ في العشرينات والثلاثينات الماضية زيادة تركيز الجهود العالمية لصيانة الموارد الوراثية، فتم جمع العديد من العينات وتم تخزينها في مواقع
خارجها. أدى ذلك إلى المحافظة على الموروث النباتي بالأهمية الموجودة ضمن الأنواع المختلفة، وكذلك إلى استنباط سلالات جديدة داخل الموروث الطبيعي، إضافة إلى تطوير الموارد الوراثية النباتية والاستفادة منها في برامج التربية والإكثار. تعتبر من أهم أهداف عمل البنوك الجينية مسح الموارد الوراثية وجمعها وتوصيفها وتوثيقها وتزويد المراكز العلمية البحثية والتعليمية لمحطات إكثار البذور، إضافة إلى تبادل وتوزيع الأصول الوراثية، كما أن التدريب والتعليم وعقد الورش وعمل ندوات علمية داخل المراكز. من أهم آليات البنوك الوراثية اللي هي الجمع والتنظيف والاختبارات المطلوبة، إضافة إلى صحة البذور واختبار حيوية البذور مع الحفظ والتخزين، وكذلك الإكثار والتوصيف ومن ثم التقييم والتوثيق. تعتبر الجهود الوطنية للمحافظة على المصادر الوراثية صدور الأمر السامي الكريم بموجب قرار مجلس الوزراء 296 وتاريخ 29/8/1434 المتضمن إنشاء مركز البذور والتقاوي، ويكون ويحتوي على العديد من المهام والمسؤوليات، من ضمنها اقتراح السياسات العلمية والخطط والبرامج والمشاريع المستقبلية في مجال البذور، التنسيق مع الجهات المعنية بالبذور من أجل تحقيق النمو المستدام، تعزيز دور القطاع الخاص بصورة فاعلة في مجال تطوير المصدر، إضافة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 555 القاضي بالموافقة على نظام التعامل مع الموارد الوراثية، والذي يهدف إلى العديد من التنظيمات ومنها تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية ورصد الموارد الوراثية واستكشافها وصيانتها، إضافة إلى تنمية وحفظ الموارد الوراثية. كما أن هناك لجنة ضمن الأمر السامي المشار إليه ولجنة وطنية وأمانة عامة لإدارة الموارد الوراثية، وهذه من ضمن اللوائح نظام التعامل مع الموارد الوراثية 6 نقاط: رصد الموارد الوراثية النباتية واستكشافها وصيانتها، تنظيم الحصول على الموارد الوراثية والاقتسام العادل والمتكافل، تنظيم وتداول الموارد الوراثية النباتية، تنظيم دخول الموارد الوراثية وحمايتها وتشجيع جهود المزارعين ودعمها بحسب ما هو ملائم. بنك مركز البذور والتقاوي تعتبر من أهم الجهود التي قام بها المركز جمع العينات النباتية في بيئات مختلفة، إمداد كثير من الباحثين وطلاب الدراسات العليا وبعض المزارعين من الأصناف المحلية المتوفرة، استرجاع ما لدى مراكز الحفظ العالمية كالمركز الدولي لتحسين الذرة والقمح والمركز الدولي للبحوث الزراعية أصناف نباتات خاصة، إعداد نظام الموارد الوراثية النباتية، الانضمام في الشبكة العربية للموارد الوراثية، وكذلك إقامة الندوات والورش والمشاركة بإعداد التقارير. هذه تعتبر من ضمن التجارب الحقلية التي قام بها المركز، وهذه هي الحفظ المستدام لهذه البنوك، إضافة إلى المعشبات النباتية في المركز، كما أن هناك العديد من الأصناف والسلالات في البنك، منها ما هو من حصيد وخضار وأعلاف وغابات وما أصناف طبية وزينة، إضافة إلى المراعي والفاكهة. يعتبر الحفاظ على المصادر الوراثية من أولى أولويات الدول العالمية، حيث انضمت المملكة لاتفاقية التنوع الحيوي عام 1412، كما انضمت لهيئة الموارد الوراثية وكذلك المعاهدة الدولية عام 1426، كما أن هناك العديد من المنظمات والاتفاقيات الدينية، منها التنوع الحيوي، حماية الأصناف النباتية،
الملكيه الاتفاقيه المتعلقه بالاراضي الرطبه، وكذلك اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه التصحر، اضافه الى اتفاقيه الامم المتحده للتغير المناخي، اضافه الى المعاهد الدوليه للموارد الوراثيه. من ضمن المبادرات الخاصة بالموارد الوراثية المبادرة المحافظة على الأصول الوراثية وإكثار الأصناف المزارعين، ومن ضمن وهذه الأهداف تنصب في من ضمن سياسة المملكة وصيانة الموارد الوراثية وإنشاء قاعدة بيانات تشاركية متقدمة، إضافة إلى الحفظ الآمن والمستدام لهذه الأصناف، كما أن تبادل المنافع الناشئة عن استخدام المواد الوراثية من أولى أولوياتنا ولله الحمد، كما أن من ضمن الأهداف كذلك تشجيع المزارعين المحليين للاهتمام بهذه الأصناف، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات رئيسية لهذه الأصناف. المشروع الأول إنشاء وتشغيل محطات إكثار البذور والتقاوي في بعض مناطق المملكة ذات الميزة النسبية العالية، حيث سوف يتم بإذن الله إنشاء هذه المحطات للمحافظة على الأصناف المحلية من الاندثار وإنشاء بنوك بذور حقلية في المراكز، كما إنشاء معامل متخصصة بناء على ميزة المنطقة، وكذلك إنشاء مجمعات وراثية وأهداف نباتية. بالنسبة لمبادرة المحافظة على الأصول الوراثية فتتكون من العديد من المشاريع، تعزيز ونمو وتنمية مشاريع الامتيازات الصغيرة، ومسح وجمع وحصر وتوصيف وتقييم المواد الوراثية حسب الميز النسبية للمناطق، كذلك تشجيع الوعي العام بأهمية المواد الوراثية، إضافة إلى بناء نظام معلوماتي لتوثيق هذه المعلومات، كما أن حفظ الموارد وإنشاء مجمعات وراثية وحدائق نباتية للمناطق بناء على الميزة النسبية، إضافة إلى تشجيع المحافظة على الأصول البرية لهذه المحاصيل. وختاماً، تعتبر الموارد الوراثية ذات أهمية كبيرة، وعلينا القيام بالمحافظة عليها واستثمارها بصورة كبيرة وطويلة الأجل والاستغلال الأنثر والكامل لها، إضافة إلى بدون الاستفادة من الاستخدام الذكي والحكيم للموارد الوراثية سيكون من الصعب تحقيق تقدم مستمر دائم في الإنتاج النباتي، إضافة بالنسبة للثقافة المختبرية والحفظ بالتمرين أدوات مهمة لجمع الموارد الوراثية والحفاظ عليها. تعتبر تقنيات العلامات الجزيئية للتقنية الحيوية سواء البصمة الوراثية أو الدي إن إي أداة قوية لإدارة الموارد الوراثية النباتية في الحفظ والجمع والاستفادة من الموارد الوراثية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.